أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حكايات يمنية. اليمني دائما معروف بأنما أين وطأت قدماه أنتج وأبدع وتفنن بمجالات عديدة. الحرب مؤخرا أصبحت حافزا لكثير من اليمنيين لينطلقوا انطلاقة جديدة في حياتهم. وفي حكاية يمنية وجدنا العديد من الشباب اليمني غادر اليمن وبدأ بدايته من الصفر، إما في مجالات ذات تخصصاتهم أو بمجالات أخرى تتناسب مع وضعهم الراهن. متابعينا الكرام، للمزيد من تفاصيل هذه الحلقة ابقوا معنا. حكايتنا لهذا اليوم لها نكهات خاصة تجعلك تغوص بين روائح البخور والعطور وبين أشكال رائعة وجذابة للمباخر والمنحوتات الرائعة الأخرى. متابعينا، سنتعرف ونتناول الكثير عن هذه الحكاية مع المهندس أحمد ماهر الحاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية وأيضا الذي يحضر للماجستير في إدارة الأعمال بجامعة الخرطوم. أحمد ماهر قدم من اليمن للبحث عن فرصة عمل، فوجد هذه المهنة الرائعة التي سنتعرف عن تفاصيلها في حلقة اليوم. أهلا وسهلا بك أستاذ ماهر، نورت حلقتنا لهذا اليوم. منورين بكم جميعا وطاقم البرنامج منور. باشمهندس، قد يتراءى للعديد من المارة الذين يمرون خارج هذه الورشة أنها ورشة عادية، لكن هي في الحقيقة تحمل العديد من التفاصيل الرائعة. هل لعلاقتك أو هل لتخصصك الدراسي الهندسة المدنية علاقة بهذه الأشكال الرائعة؟ هل ساعدتك في هذه الأشكال؟ نعم، ساعدتني كثيراً، بسبب أن دراستي للهندسة علمتني البرمجة على برامج هندسية أكبر من الشغل ده. بسطت لك يعني، عملت لك يعني. أنا دراستي أكبر من الشغل ده، أنا دراستي أن أنا أصمم مدن، أصمم عماير على برنامج هندسي. فبسبب الأوضاع هنا وممنوع البناء وممنوع كده، جتني فكرة هذه الورشة، أنه أشتغل تصميمات خفيفة، ديكورات مثل يعني ديكورات جبس مثل ما تقولي تشطيبات داخلية للمنازل. حلو، طيب متى بدأت فكرة مشروعك؟ بدأت فكرة مشروعي من سنة وشوية. احكي لنا عن هذا المشروع، كيف كانت بدايتك معه؟ والله بدايتي كانت مع المشروع في المباخر. تمام، كانوا يطلبوا مني مباخر، فصممت أول مبخرة أو مبخرتين. بعد كده بدأوا الناس يطلبوا، يعني يجيني واحد يجيب لي صورة مثلا من جوجل ويقول لي أنا محتاج نفس هذه، محتاج نفس دي.
موجودة مثلا السعر تكون على أمازون، يقول لي أنا عايز نفسها بالضبط. فأنت تأخذ طلبه؟ فأنا أخذ الصورة دي وأنفذه وأسلمه إياها. حلو. أحمد، طيب متى غادرت أنت من اليمن؟ غادرت في آخر يوم في 2017. في 2017؟ 2016، بعد الحرب مباشرة، بعد التحرير مباشرة. أحمد، إيش كنت تشتغل في اليمن طيب؟ كنت موظف في أراضي وعقارات الدولة في الإسكان يعني، إضافة إلى أني كنت قائد الحرس والدي. حلو. طيب يا أحمد، فكرة المشروع هذا يعني التفاصيل الجميلة هذه، من كم إلى كم قد تستغرق؟ وليش أساساً جتك الفكرة هذه، ما رحت تتجه إلى مكان آخر أو إلى مجال آخر؟ طبعاً لما بعد ما اشتغلت في السودان فتحت معمل هناك اسمه معمل روائح عدن للبخور، معمل خاص بالبخور والعطور. اشتغلت فيه فترة إلى أن بدأت الثورة في السودان. أول ما بدأت الثورة في السودان، بدأ الوضع في السودان صعب، ما فيش كهرباء، ما فيش مي، ما فيش فلوس، يعني فلوسي في البنك مش قادر أسحبه، فقلت أتجه على مصر. وصلت إلى مصر لقيت أنه اسمي موجود في مصر أصلاً، سمعتي سابقاني، أنه في ناس كانوا يشتروا مني من السودان ويدخلوا بضاعة إلى مصر باسم روائح عدن، العلب حقي موجودة داخل مصر. هل يعني هذا الشيء ساعدك أيوة. أنك تطور فكرتك؟ فمن النقطة هذه أنا بدأت أوزع داخل مصر في البخور. فالزبائن لما كان يجي يأخذ مني مثلا بخور يسألنا معك مباخر؟ أقول له لا ما عنديش. جتني بعدين فكرة أني شفت مباخر كذا، جتني فكرة أني أعمله تصميمه، يعني بالنسبة لي سهل جدا. فبدأت أشتغل في صناعة المباخر، اللي هي أول حاجة بدأت فيها مباخر فقط، ما فيش حاجة زي كده. إذن كانت بدايتك أنك تصنع مباخر فقط. بعد ما بعد المباخر بدأ بعدين يجيني زبون مثلا، والله عندي شقة أشطبه، محتاج أنه تعمل لي سي إن سي زي كده. ديكورات للمنازل. ديكورات للمنازل اشتغلتها. وقت الفراغ تكون احيانا فاضية، ما عندك شغل، ما فيش ضغط عمل، على اللابتوب تبدأي لوحدك كده تشوفي نفسك انه شغال على حاجة شفتيها، تشتغل شفتها في مكان بشتغل بعمل زيها. يعني بس انك تشتغل على حاجة شفتها من في مكان تشتغل زيها، ولا انت كمان تجيب افكار من راسك؟ لا، انا معمل يعني شفت حاجة عجبتني. مثلا ممكن شوفي دي المبخرة هذه، شوفي هذه. جبت واحدة زيها من السعودية ب 190 ريال سعودي، الصحن ده اللي بيدور. هذا الشكل اللي انت عملته شفته من قبل وصممت زيه ولا اشتريت فكرتك؟ اشتريت واحد ب 190 ريال سعودي عشان اعرض على المباخر حقي، هذا الصحن اللي يدور. فقمت عفوا بس فهمني، اشتريت ايش؟ اشتريت ده، اشتريت الصحن هذا. طيب انا اللي اقصده شكل المبخره هذه من مخيلتك انت ولا شفتها بمكان ثاني وعملتها؟ لا، هذا يعني اعتبر شكل شفته يوناني، عباره عن تصميم يوناني. تمام، هذه المبخره. بس انا محتاج دائما عشان السوشيال ميديا عشان اعرض بضاعتي الى الصحن الدوار هذا. اوكي، اشتريت واحد من السعوديه. كل ما كنت أعرض بضاعتي على الصحن ده الزبون نفسه يقول لي الصحن للبيع. فجتني فكرة أنه أنا أصنع الصحن نفسه من الخامة اللي أنا أشتغل فيه بالمباخر. أحمد، هذا المشروع الرائع كم عمره؟ سنة ونص. من بدايته كمشروع أو من بداية نجاحه؟ هو كان على هو ناجح من يوم من بدايته هو ناجح. حلو ما شاء الله. طيب كم يستغرق منك عمل الأشكال هذه، التصاميم وغيرها؟ طبعاً شوفي، في البداية كان يأخذ مني زمن، أو قبل ما يأخذ مني كان معي شريكي المصري هو اللي يشتغل التصاميم حق المباخر، وأنا أشتغل تصاميم كبيرة أكبر شوية.
بعدين خلاص انا مسكت تصاميمي لوحدي في البيت، اصمم في البيت انزل المرشدي ساعه ساعتين وارجع مره ثانيه اطبقها في البيت. فالان حاليا هو يعتبر شكل او ديزاين محدد تمام، يختلف فيه بس تفاصيله الداخليه، اما الاستركشر حقه واحد. يعني انا مثلا اتعب في اخذ يوم في الاستركشر الخارجي نص يوم اربع ساعات، بس اذا قد جهزته الباقي سهل تنفيذه. وجاني زبون ثاني يشتي زيه اعمله له بنص ساعه ربع ساعه خلصه تصميم حلو. احمد برايك انه هذا المشروع لو كان في اليمن هل كان بينجح بيلاقي اقبال كبير؟ شوفي هو ما كانش في راسي اساسا في اليمن، ولكن انا الان اصدر اليمن، في ناس يشلوا من هنا لليمن واصدر الى امريكا واصدر الى كندا. انت ما كان في راسك. طيب لو كان في اليمن هل كان بينجح؟ بينجح. حلو. اذا احمد طيب خلينا نتكلم عن تفاصيل هذا الجمال اللي نشاهده. ايضا انا شايفه في منحوتات خشبيه، عندك اشياء اخرى برضه؟ عندي حاجات ثانيه. زي ايش؟ ممكن اوريك اياها بعدين على الفيديو. على الآلة هذه. قبل ما نشوف الآلة هذه يا أحمد خلينا ننتقل نشوف تفاصيل المبخرة الجميلة هذه، لو تأخذها وتشرح لنا تفاصيلها. هذه المبخرة عبارة عن إكليريك مراية على إكليريك أعمدة أعمدة إكليريك تجي خاصة عمود يجي كده جاهز على خشب تصميم يوناني. استغرقت كم تصميمها؟ تصميمها أعطانا صديق سوري مصمم شغله أخذ أكثر من أربع ساعات على الماكينة. أربع ساعات على الماكينة. شايفه شيء سهل ولا صعب يعني؟ عشان تعمل دي شايفه شيء سهل ولا صعب؟ أنت بالنسبة لك كمصمم كصانع هذا الشيء سهل جميل. طيب أحمد خلينا كذا غششنا عن الأسعار، نشتري من عندك قبل ما نخرج من الحلقة. يعني في أسعاري تبدأ على حسب الخامة. خشب إكليريك أو إكليريك إكليريك. تتراوح ما بين وبين؟ تتراوح من 160 جنيه إلى 1200 جنيه للأطقم العرايسي. على حسب الطلب برضه. على حسب الطلب، كل واحد يطلب اسمه فوقه. واسم يعني عروسة عروسة ويجي نوع يعني طقم كامل متكامل من مبخرة إلى بوكس إلى صينية إلى ستاند خلفي فيه اسم العروس والعروسة. ما تفاصلش بالأسعار يا محمد عشان لو شفنا أنه الأسعار هذه برضو الطاقم خلف الكواليس ممكن. الموضوع مش موضوع أنه مفاصلة، ما أحبش المفاصلة في الأسعار. إذا كنسلوا على الموضوع خلاص ما بنشتريش. لا بقول لك حاجة، المفاصلة في الأسعار دائما تزعل الزبون، يعني خلي سعرك ثابت وتقول كذا ها نهايه ما بفاصلش السعر عندي كذا كذا اللي يعني ممكن انا اجي ابيع لك حاجه ب 1000 وتجي صديقه لك وتاخذها مني ب 900 صح وترجع انت عندي زعلانه او يعني ما ترجعيش عندي ثاني مره لانه تقولين ضحك علي. شايف انه هذا الجانب ممكن انه يسحب زباينك. يسحب زباينك. تخسر زباينك. لكن لما يكون السعر محدد معروف حتى في الدعاية حقه سعره موجود عليه فالزبون يحس بطمأنينة، وهذا نحن ندرسه في إدارة الأعمال اللي هو اسمه التسويق والترويج. حلو. إدارة الأعمال اللي تحضر له للماجستير في جامعة الخرطوم صح؟ جميل. إذا أسعارك بصراحة أسعار حلوة يا أحمد. خلينا ننتقل إلى بقية التفاصيل. انت قلت لي برضو عندك اشكال ثانيه بتعملها على نشتغلها. على الاله. بس قبل ما ننتقل لهنا شوف يا احمد اللوحات هذه اللي انت راسمها ايات قرانيه. هذه مش راسمه، ناحتها ولا ناحته ها ملي. هذه عباره عن خشب الوان اتجمع مع بعض. وش عملتهم طيب؟ لا راسمها ولا ناحتها، ايش عملت؟ قص يعني التصميمي هذا اربع تصاميم او خمسه تصاميم على بعض. الطبقه الاولى دي خشب. الطبقة الثانية أخذنا من اللون ده شوية. الطبقة الثالثة دي اللي هي غامقة أخذنا منها شوية هنا. الطبقة الرابعة دي
اخذنا من باقي الالوان وجمعناها هنا. فدي كل قطعه لوحده تتجمع تطلع بهذا الشكل. يعني عملت كوكتيل. طلع رهيب بصراحه. جميل شغلك. كم اخذ منك وقت؟ الوقت يمكن اخذت 5 ساعات. واو بصراحه 5 ساعات بالنسبه لك اكيد بتقول لي سهله، زي ما قلت لي هذه 4 ساعات سهله يا احمد. هذه هو الموضوع والجمال يطلع فين؟ يطلع في تناسق الالوان. الان دي طبقه، طبقتين، 3 4 طبقات، وكل طبقه انت عاطيها لون مختلف. كل طبقه ما اعطيها لون مختلف بحيث انه يطلع شكل فني. انا ممكن اعملها على طبقه واحده، ممكن اعملها على طبقه واحده زي كده، اديني هذه اديني هذه طبقه طبقه واحده، الطبقه الثانيه نحفر منها طلعت معك طبقتين. شوفي الفرق بين هنا، هذه متداخله فيها اكثر من طبقه واشكال الالوان اللي فيها. جميل احمد، خلينا ننتقل الى الجزء الاخر اللي انت حتشتغل عليه. او هذه الاله ايش؟ هذه ماكينه الليزر اللي احنا نشتغل عليها ونقص على هذه الحاجات كلها. المخرج عبد الرحمن جاب لنا هذه، هذه برضه هذه عباره عن اباجوره اللي تتحط على جنب السرير، تعملها برضه باسم بالاسم، كل واحد باسم. بس دي لسه مش جاهزه، في ليد نور على اباجوره. شكل جميل. تفضل عبد الرحمن. طيب بالنسبه للوحه هذه، هل اخذت منك الشغل والجهد نفس هذه، او هل تفاصيلها زي هذه اللهم اختلاف الالوان، او في اشياء جديده على اللوحه هذه اصلا؟ اللوحه دي واللوحه دي واللوحه دي تمام. التصميم فيهم كيف تربطين الحروف ببعض، يعني عشان العامل اللي شغال معي يلصق الحروف ما بيجلس يلصق لي على حرف حرف. كيف انا اطلع له الذهبي هذا كله وصله واحده هو يجي يحطها حط، وهذا وصله واحده يجي يحطها حط. طب احمد هذه الاله هي اللي تطلع هذه الاشكال؟ هي اللي تقص هذه الاشكال كلها. ايش رايك لو نشوف منك حاجه كذا تعملها لنا على الاله هذه، كذا نشوفها احنا والمشاهدين مع بعض؟ انا طبعا مجهز لك مفاجاه. لي انا؟ ايوه. هذه تسلم يدك، تسلم يدك مهندس احمد. هذه الرسمه اللي سواها لي البشمهندس احمد بتبقى ذكرى جميله جدا في هذا الحلقه من برنامج حكايات يمنية. شكرا. الله يسلمك جدا. طبعا احنا ما وقفناش هنا، فاضل لي تنظيف بعدين. اوكي اسلمك اياها. اوكي تسلم يدك. أوكي. احنا ما وقفناش هنا، برضو بنروح نتعرف على تفاصيل اكثر عن البخور والعطور والاشياء المتواجده الاخرى في مكان اخر، ايش رايك؟ اوكي. متابعينا الكرام ابقوا معنا لنستكمل بقيه هذه الحلقه، لكن بعد هذا الفاصل. Thank you.
حياكم الله متابعينا مجددا، وعودنا اليكم بعد هذا الفصل مع مجموعه من العطور ومجموعه من البخور وايضا مجموعه من المباخر الرائعه التي شكلها الاستاذ احمد او البشمهندس احمد. احمد، حدثني عن مشروع مبخر ومشروع روائح عدن. مشروع روائح عدن يختلف تماما يعني عن مشروع مبخر. مشروع روائح عدن بدأت فيه في السودان في 2017، وخاص بالبخور فقط والعطورات. مشروع مبخر يختص فقط في المباخر. جميل. طيب بالنسبة للتشكيلات الرائعة هذه للمباخر، كلن أنا شايفة في عدة أسامي هنا موجودة، كلن على حسب طلب الشخص نفسه، فقط هو يجيب لك الأسماء وأنت تختار الشكل، أو هو كمان يجيب لك الأسماء والشكل؟ هو يجيب الاسم ويختار الشكل ويختار الخامة نفسها. يعني ممكن دي اللي بيدي، هذه اللي كانت بيديك اللي لونها أسود، كان ممكن اختاره على شفاف بنفس هذا الشكل. فهو يختار الشكل ويختار الخامة ويعطي الأسماء. جميل. وصناعة المباخر كم تستغرق منك وقت؟ ما تستغرقش وقت يعني. أبسط من اللوحات اللي شفناهم يعني، نقدر نقول كده من اللوحات اللي أنت عملتهم؟ لا، اللوحات تأخذ وقت طويل. يعني هذا لا أبسط. يعني أنا ممكن أنتج في اليوم 24-30 مبخرة. أنت كامل تسليم يعني للتسليم. حلو. بالنسبة للبخور، يعني البخور والعطور وأدواتك اللي أنت تصلحها بشكل عام، كيف تعمل تروج لنفسك؟ كيف تخلي الناس يجوا؟ كيف تودي هذه الأشياء للناس عشان يشتروها؟ الترويج طبعا الترويج ما يعني ماسك قسم الترويج والسوشيال ميديا والماركتينج بشكل عام. زوجتي ماسك الحاجة دي، هي اللي تقوم لك بالترويج. أيوه. حلو. شايف انه في اقبال كبير على البخور، على الروائح، على العطور؟ شوفي، البخور الماركتينج حقه في دولتين. يعني انا الشغل حقه داخل السودان مثلا 10 أضعاف مصر. في السودان يستخدموا البخور، يستخدموا البخور يعني بشكل كبير. هنا يعني 10% من المصريين هم اللي يستخدموه، ممكن اللي كانوا اللي هم صحيح. عايشين كانوا خارج مصر. صحيح. هنا يعني الفوكس على المواطن اليمني. حلو. معروفة دولة السودان يعني باستخدامها مكثف البخور، لكن السودانيين كل بيت لازم يكون فيه بخور يوميا، مثل عدن يعني وكذا. حلو. طيب احمد، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفه لك لمسات ابداعيه جدا جميله. اشتيك توصل لي رساله للشباب المتردد في بلاد الغربه، انه ما بيشتغلش، ما بينشئش مشروعه الخاص، او متخوف، ايش تقول له؟ اقول له ما يخافش. يعني ايش السبب اللي يستدعي الخوف؟ يبدا ويحدد هدفه ويسعى. صحيح. يحدد هدفه قبل ما يبدا. لازم يكون عنده هدف ومشوار لمين يبدا بخطوه. بالضبط. ما فيش اي حاجه تدعي للتخوف ولا اي حاجه تستدعي التردد. شوفي، انا مثلا الان 7 سنين، من 2017 لين 5 سنين شغال في الشغل ده. احيانا اوصل للخسارات من 2000 دولار من 3000 دولار اخسر في يوم. لما العمله تنزل وتطلع، لانه انا مثلا عندي مثلا هذا العود اجيبه من خارج، اجيبه من داخل اندونيسيا بالدولار وابيعه بالجنيه المصري. احيانا تشوف ان الدولار اقتلب عليك ثاني يوم، مثل الشهر اللي فات كان نمنا الدولار 16.5، احيانا الدولار 22.5 في التعويم. فهو يعتبر فأنا مثلا خسارة. انا مشتريه ب 1000 دولار حاسبه على اساس انه 16500، بايعه ب 20، معي ربح فيه مثلا كم؟ 3500. نمت صحيت لقيت ال 1000 دولار 22500، يعني انا خسران 2500، بس مع ذلك مستمر التجارة وتبدأ مشروعك. صح.
التجارة لازم أخسر ولازم أربح. في عندك غير الخسارة بالفلوس في عندك كسر ممكن تكتسر عليك وانت تشتغلي، صح. في عندك عيوب مصنعية بعد ما تكون جاهزة، مثلا هذه ما زالت الآن إلى الآن عليها الستيكر حقه، هي مرايا. ممكن أنا بعد ما أخلص شغله أجي أشيل الستيكر ألاقي عيب مصنعي فيها، أرميها وراح أشتغل واحدة جديدة، لأن الزبون يقول لك شوف إيش فيها. أي حتى لو كان خدش، حتى بسيط، حتى لو كان خدش في زباين كده، صح. زي ما قلت إنه التجارة هي ربح وخسارة. بالضبط. الله يوفقك بإذن الله يا باشمهندس أحمد ماهر، مشروعك جدا رائع وجميل، من روائح زكية ومن منحوتات جميلة، من مباخر، من لوحات، بصراحة أنت مبدع. بالتوفيق. الله يسلمك. شرفتنا في هذا الحلقة. الله يسلمك. شكرا لك. نتمنى لو أن الروائح تنقل عبر الكاميرا لكنا نقلنا لكم زكاوة هذا المكان. صحيح أن الحرب محبطة بكل المقاييس، لكن البعض اتخذها فرصة لانطلاقة جديدة في حياته. ليس الأمر بصعب ولا مستحيل، عليك أن تبدأ بفكرة ودون تردد. إلى اللقاء في حلقة قادمة.